تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعزاء لدولة الإمارات قيادة وشعبا في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي. وأعرب الرئيس السيسي عن خالص التعازي لدولة الإمارات الشقيقة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي الذي قدم عطاء كبيرا لخدمة وطنه فضلا عن دوره المثمر في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، متمنيا دوام الأمن والاستقرار والازدهار على الشعب الإماراتي الشقيق.